هدير العتيبي احد ابطال القضيه رقم 30. هدير برحب بيكي. اهلا بيكي. كلميني بقى عن دورك في المسرحيه. هو دور فتاه معتدي عليها، دور رخم شويه، دور صعب الحقيقه. ده صعب 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 كتير. يعني مش عايزه احرق كتير. هي بتعاني من مشاكل نفسيه بسبب القضيه بتاعتها، بسبب الصراعات اللي بتخش فيها، بسبب المواجهات الكتيره، فبتسبب لها نوع من اذى نفسي. فبيظهر بقى عليها في المحاكمه، بيظهر عليها في من خلال الجلسات بتاعه القضيه. طب انت بتقولي دور صعب 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 جدا، ايه اصعب حاجه واجهتك وانت بتستعدي للدور ده؟ شخصيته. ان في كل مشهد ليه كاركتر مختلف، كل مشهد ليه اداء مختلف. يعني واحده مغتصبه، فدي حالتها نفسيه متدمره اساسا. يعني مش طايقه ان حد يتكلم معاها، مش طايقه ان حد يلمسها، مش طايقه ان حد يوجه لها اي كلمه. فمن كتر ما انا بذاكر فبقى يتسبب عندي في البيت المشكله دي، فاثرت عليا شويه. قصدك ان الشخصيه بتلبسك في الحقيقه. أوه. طب ايه اصعب مشهد وانتي بتأديه على خشبه المسرح؟ النهايه، فينال. ده بالنسبه بقى؟ لي يعني حسيت فيه، يعني في مشاكل كتيره. ان كل اللي انا عملته في البدايه راح على الفاضي، كل اللي انا فضلت اسعى ليه راح على الفاضي. هي دي كانت المشكله. والنفسيه بتتدمر، وخصوصا تتجنن في الاخر، اصلا تعاني من حاله نفسيه اكبر بقى بكتير من اللي هي مرت بيها في اول العرض. طيب احنا المسرحيه دي فيها دمج ما بين القانون والاعلام، فانت من وجهه نظرك كده شايفه قضيه زي دي، عامه في قواضي كتير زي دي بتتحول بقى لقواضي راي عام، الاعلام دوره هنا ايه؟ هو بيوصل الصوره كامله للمشاهدين من خلال الجلسات، من خلال التحقيقات اللي وصلت لها النيابه، من خلال التحقيقات اللي وصلت لها رجال الشرطه. فهو بينقل الصوره كامله. بس نورتيني جدا يا هدير النهارده، وبتمنى لك مزيد من الطاقه. ميرسي جدا لذوق حضرتك.